وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قلنا إن قول الحق ومثلهم كمثل الذي ينعق، مثلهم أي مثل الكافرين بمنهج السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الذي ينعق. هل هم كمثل الذي ينعق ولا الرسول هو اللي بيدعو، هو اللي زي الذي ينعق على الماشية؟ يبقى الرسول وهم كالمواشي، وهم كالأنعام. يبقى إذن حين ترى مثلا، لما نقول مثلا مثلهم كمثل ذوي صيب في الآية التي قدمنا، أو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خذ المثل المشبه والمشبه به على أنه مجموع الأمرين، ما تاخدش لا تأخذ فردا أمام إيه؟ أمام فرد. يبقى مثل قصتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سماعهم سماع استجابة له بإيه؟ مثلهم كمثل البهائم تسمع الدعاء والنداء من الذي ينعق ولا تسمع غير ذلك من المدعو به. يبقى إذا ما بنشبههمش بالذي ينعق، وإلا نكون قد شبهناهم بمين؟ بالرسول. نقول له لا، الحالة هذه كهذه. مثل ما أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. هل الدنيا بس زي المية؟ لا، ده القصة بتاعت الدنيا في أنها تبدو في زخرف ثم تنتهي إلى شيء، كمثل إيه القصة الآتية: واضرب لهم مثلا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما إيه تدرون. القصة كلها مجموعة الإيه القصة. قول الحق صم، وعرفنا الصمم هو آفة تمنع الأذن من أداء مهمتها، وبكم هو برضو آفة تصيب اللسان من أداء مهمته. اللسان ينطق بما تسمعه الأذن، فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان. إذن فالصمم كما قلنا سابقا سابق على البكم، هو أبكم لا يتكلم. ليه؟ لأنه لم يسمع، لأنه لم يسمع. ويبقى إذن آفة سلبية، آفة مش حاجة في اللسان ربطاه، لا بيتحرك ويلوك ولا لا، ويصوت أصواتا، إنما لا مفهوم لها، لا مفهوم، لا مفهوم لها. يبقى صم، هل هم عندهم صمم صحيح؟ لا. فكأن الحق يقول إن الأذن جعلتها لتسمع السماع المفيد، وحيث لم تسمع السماع المفيد فكهي كأنها معطلة ما سمعش حاجة، واللسان ليتكلم الكلام المفيد، فحيث لا يتكلم به يبقى كأنه إيه، يبقى كأنه إيه أبكم. والعقل ليفكر، فإذا لم يفكر تفكيرا سليما منطقيا فكأنه العقل، بل الأصم حقيقة خير منهم لأنه سقط عذره، والأبكم حقيقة أحسن منهم لأنه سقط، والمجنون حقيقة أحسن منهم لأنه سقط إيه عذره. يبقى يا ريتهم كانوا كده. يبقى صم ايه بكم عمي، صم عن ايه عن سماع الدعوة، بكم عن النطق بما ينجيهم من الشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، عمي عن النظر في ايات الكون. فلو ان بس عندهم بصر وينظروا في الكون ان في خلق السماوات والارض لاهتدوا بفطرتهم الى ان لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا صنعه. فهم لا يعقلون. ليه؟ لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع، تنشأ بعد عملية الحواس. ولذلك الإنسان في تكوينه الأول حركة حسي، يعني اللي يشوفه اللي يسمعه اللي يذوقه، تتكون الأشياء ثم تتكون عنده القضية الإيه القضايا العقلية. يبقى الاول يبقى الماء ايه المحسات، ثم تتكون القضايا الايه العقلية. ولذلك قلنا السمع والبصر والايه والفؤاد، كل ده بالترتيب ده. صم بكم عمي فهم لا ايه فهم لا يعقلون. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تقدمت آية
وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هنا خطاب، هناك خطاب: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، وهنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. احنا قلنا انه ساعة يخاطب الناس يبقى يريد ان يخاطبهم بان يلتفتوا الى قضية الايمان، ولكن حين يخاطب المؤمنين يديهم احكام الايمان لانهم امنوا، لانهم ايه؟ ولا يكلف الله بحكم الا من امن به. شو العدالة؟ لا يكلف بحكم الا ايه؟ من امن به. اما من لم يؤمن به فلا يكلفه بايه؟ بحكم. ليه؟ لان الايمان التزام، وما دمت قد التزمت بان هذا اله وحكيم يبقى خذ منه الكلام. يبقى اذا العدل يقتضي انك لا تكلف الا من يؤمن بك، مفهوم؟ دي على خلاف نطاق البشر، التكليف على من لم يؤمن بك ومن يؤمن بك، مش كده ولا لا؟ ادي تكليفات البشر للبشر، مش كده؟ ويرغمك وتبقى مش مؤمن به ومع ذلك له قوة ترغمك على أن تنفذ ما يقوله. لكن ربنا ما يكلفش بأحكامه إلا من آمن، إلا من آمن به. شوفوا حتى خطاب ربنا بيقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، ما قالش مما رزقناكم، لأنه مش مؤمن لأنك أنت الرزاق. كلوا اللي في الأرض يا ناس، كلوا مما في الأرض. قال لك طب وبتأمرهم ليه؟ لأنه خالقهم ولأنه صانعهم، وما دام خلقهم واستدعاهم للوجود يقول لكم حتى ما كنتش مؤمنين بيه استرقوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لأن ده يفيدكم في دنياكم، وإن لم تؤمنوا بيه أنا ما بقول لكوش أنا رزقتكم، بس كلوا مما في الأرض حلالا طيب. أروح للناس كده أشوف المؤمنين بيأكلوا إيه وكلهم زيهم، لأنني أحب لصنعتي، لأنني رب ومربي، والمربي بده صنعته تبقى كويسة. تأمنوا أو ما تأمنوش ده موضوع آخر، تأمنوا، إنما مصلحتكم في أنكم تعملوا إيه؟ تشوفوا الحلال الطيب، لأنني ما حرمتش ولا أحليت الحليت الطيب وحرمت اللي يضر. هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ويحبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل قضية كذب، لأن لا ينجيهم أمام نفوسهم من معاطب ما يوعد الله به إلا أن يكون الدين ده كلمة كذب. لما لم يستطيعوا أن يحملوا نفسهم على مطلوبات الله، فلما لم يستطيعوا أن يحملوا نفسهم على مطلوبات الله لا منفذ لهم إلا أن يقولوا قضية الدين دي قضية كذب والتحليل والتحريم. يقول له ليه؟ يقول لك طيب ما دام حرموا خلقوا ليه في الأرض؟ كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض ليؤكل، وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة، بدليل أن الزمن لفتهم وإن لم يكونوا مؤمنين إلى أنهم يمسكوا الحيات والثعابين ويستخلصوا منها هم السموم عشان سيضطرون إليها ليقتلوا بها ميكروبات تقتل الإنسان. يبقى اللي كان قبل ما قبل أن يأخذ السم من الثعبان يقول لك والثعبان ده الحشرة المخيفة دي اللي بتسم دي إيه لزوم خلقتها، فالله سبحانه وتعالى يحوجهم ويلجئهم الى ان ياخذوه ويحتالوا عليه لياخذوا ايه؟ السم بتاعه علشان مصلحتهم هم. يبقى اكنه مش مخلوق عشان احنا ناكله، انما مخلوق علشان نبقى نتعالج به. فانت اذا رايت شيئا محرما ما تقولش ليه ده توجد المال، لان انت ما انتش عارف مهمته ايه. هي مش مهمته انك تاكله، مش انت كنت يؤدي مهمة له انت لا تشعر بادائها في الكون. ودي حاجة المهم اننا نستعملها في ذوات نفوسنا. وكونك انت ما تعرفش ما اكثر ما تجهل في قضية الكون،
بدليل انك كل يوم تكتشف فيه سرا. لا تقولش ده انخلق ليه؟ ليه؟ لانه بيؤدي مهمة في الكون قد ينشط عقلك ويتسامى بحثك الى ان تدرك بعض هذه الايه؟ الى ان تدرك بعض هذه الايه؟ بعض هذه الاشياء. فيجي الحق سبحانه وتعالى ويحصر لنا المحرمات. لكن في قوله يا ايها الناس عزيز عليه صنعته. فبيقول وان لم تؤمنوا انني انا الرازق يا سيدي كل اللي من اللي في الارض بس كله حلال كويس عشان انا يهمني تبقوا كويسين. لكن في المؤمن الكل مما رزقناكم. لان المؤمن ما بيتنحش في دي، مؤمن بان الله خلق وانه هو الذي ايه؟ هو الذي رزق. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه، كلمة إياه تعبدون دي يعني تخصونه بالعبادة. إياي فاصنع معي كذا، يبقى أنا لوحدي، إياي فاعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، بالحصر إنما حرم عليكم الميتة. إيه الميتة؟ الميتة دي بنسمعها فيه ميت وفيه ميت وميتة وميتة، مش كده؟ فأحيينا به بلدة ايه؟ ميتة. ادي ميت مش ميت. الله، لان الميت هو من ينتهي امره الى الموت وان كان حيا. فكل واحد منا يقال له انت ميت، يعني ايه؟ ولذلك يخاطب الله رسوله يقول انك ميت. الله، اذا كلمة ميت دي معناها انك ستموت، ان حياتك ستنتهي بالموت، انما مش ميت بالفعل. انما لما اقول ميت يبقى مات بالفعل. وما الميت الا من الى القبر ايه؟ يحمله. هو ده اللي اسمه ايه؟ ميت. يبقى اسمه ايه؟ ميت. الحق سبحانه وتعالى قال انما حرم عليكم الايه؟ لانه لو يقول الميت نقول له ما كل حاجه هتموت. كل حاجه؟ لا، هو بيتكلم على الميته بالفعل. ومعنى الميته يعني ايه؟ التي خرجت روحها حتفا، لان في خروج الروح ازهاقا بمعنى ان تذبحه. هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. انما في حاجه تموت حتف انفها. ساعه تموت الاشياء حتف انفها، ساعه يموت الحي، يفضل دمه فيه. هذا الدم فيه اشياء ضاره كثيره التي كانت تخلصها اجهزه للجسم وهو حي. فإذا ما ذبحناه نزل كل الايه؟ نزل كل الدم ده، ولو ان حينزل برضه دم منه ايه؟ سليم. وانما حينزل ايه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الذين لا يؤمنون بسماء ولا بمنهج كانوا بيذبحوا ولا بيذبحوش؟ طب يذبحوا ليه بقى؟ لابد ان تجاربهم هدتهم الى ان دي عمليه يعني، مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم كده، لازم كلهم بيذبحوا ازاي او ده موضوع تاني مفهوم. يبقى اذا حين يحرم الله الميته انا لست مسؤولا ان اجيب عن الله لماذا حرمت الميته، لانه يكفيني ان الله قال هي حرام. وما ولذلك شوف، وما دام الذي رزق يقول لك ما تاكلش من دي، يبقى اخرجها من رزقيتك النفعيه المباشره. ولو لم يكن فيها ضرر ما لناش دعوه، هو قال لك لا دي بلاشها هنا، ما دام هو اللي رازق وهو اللي جايب. يا اخي هو اللي رازق وهو اللي جايب، يبقى انت ما توقفوش حتى موقف المسؤول، لان هاب اننا ما اهتدناش الى الحكمه وحللنا وشفنا الضار ومش الضار. قبل الناس كانت قبل ان تحلل، اتقف عند الامر الى ان تبدو علته؟ لا، انا ما حرم ميتة هي حرم ميتة. قال كده ولا ما قالش؟ اذا ما دام يخاطبنا بمقتضى حيثية الايمان
فيجب أن نتقبل عن الله الحكم. وعلة قبول الحكم صدوره من الذي حكم. كنا بعدين نهتدي لعملية إيناس للعقل، ده عملية تطمين للمؤمن على أن الله لم يكلفني أمرا إلا وفيه نفع، نفع لي. وإن كان المؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهن به، ما يجيش دي أبدا. فبقول إنما حرم عليكم الإيه؟ الميتة. لكن نجد أن الآية صريحة في أن كل ميتة حرام، وما دام ميت يبقى فيها حياة كانت أو روح وطلعت منها. لكن احنا بنشوف اننا بناكل السمك، بناكل السمك وهو ميت. قال لك اهو ده تخصيص من السنة لعموم القرآن، زي ما هيقول الدم المسفوح وبعدين يقول ايه النبي احل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الله نقول له تعالي، ما هو لأن للعرف مدخل، للعرف في تحديد ألفاظ الشارع مدخل. إذا مثلا حلفت أنك ما تأكل لحم وكلت سمك أتحنس؟ لا، سمك سمك. اشمعنى مع ان لحما طريه تاكلون منه لحما طريه مش لحم؟ الا ان العرف اذا عتى يطلق اللحم ما يدخلش فيه السمك. اذا فالعرف له ايه؟ ولذلك الامام الزمخشري صاحب الكشاف رضي الله عنه يجي مثلا في الحته دي يقول ايه؟ يقول انت لو حلفت أن لا تركب دابة فركبت كافرا. الإجماع على أنه لا يحنس. طب ما هو إذا كان ربنا لا يحنس ليه مش بتقول أنت حلفت أن لا تركب دابة؟ طب الكافر ربنا سماك إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. يبقى كان مقتضاها أنك إيه؟ انك تحنس. ام قال لك لا، الدبة صحيح كل ما يدب على الارض، الا ان العرف خصها بذوات الاربعة. العرف خصها بذوات الاربعة. يبقى للعرف في التخصص ده مدخل في التحريم والايه؟ والتحليل. يبقى لما يجي له الميتة نقول له طيب السمك والجراد بيحل ميتة، نقول اصل دي مش من اللحم، مش من الايه؟ بدليل ان انهم يقولوا كده اذا كثر الجراد ارخص اللحم. اذا كثر الجراد ارخص اللحم. يبقى اذا الجراد مش من الايه؟ مش من اللحم. الله، يبقى العرف له تخصيص ولا لا؟ طيب ثم الاستثناء مش كده، مش ربنا جعل السمك ميتة من الميتات اياها وبعد ذلك الرسول استثناها؟ لا، لان الميتة محرمة عشان عملية الدم، والسمك لا نفس له سائلة، ملوش دم سائل. تمسك اي سمك كده وتعملها كده ما يدخلش دم من الله الا في حتة مخصوصة من عند تحت، ما ملوش دم سائل. ولذلك ما يعملش مدة ولا صديد ولا بتاع ولا اي حاجة، لما بيفسخوه ما يعملش مدة ولا صديد ولا بتاع ولا اي، ملوش نفس. والجراد لا نفس له ايه؟ اذا فحل ميتة لانه لا نفس له سائلة، تعمل صديد وتعمل ما فيش له نفس سائلة. والكبد والطحال ما هيش دم، لان الدم يبقى له سيولة، ودي جمدت بقت لها وضع، هي من الدم صحيح، هي ايه؟ انما ما هياش ايه؟ وبنسميه الدم المسفوح، يعني الدم اللي يجري. ولما نجيب الطحال كده ونعمل كده دمه ما يجريش ولا يبقى مسفوح ولا له اي حاجة. ليه؟ لانه ده خلاص الدم وتكون منه عضو ايه؟ من الاعضاء اللي هو الكبد والايه؟ والطحال. اذا السنه لها تخصيص ولا لا؟ السنه لها ايه؟ لها تخصيص. انما حرم عليكم الايه؟ الميتة. والدم قلنا سببه لان طب ده تحريم الميتة عشان الدم، يبقى الدم نفسه يبقى من باب اولى ولا ايه؟ نعم. الله يفتح عليكم، ما شاء الله بقيتوا علماء. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير
طبعا احنا قلنا وكررنا كثيرا ان برضو علة الاقبال على الحكم امر الله به، مفهوم؟ كون الزمن يأتي علشان يثبت لي صدق القضية الإيمانية في التحليل، ده موضوع بس بيؤكد عندي ايه قضية الايه. انما قلنا اكنا نؤجل حكم الله الى ان نتأكد من ان هو ولا ربنا مأمون، لان معنى ذلك ان الالات العلمية والعلماء امن علينا من الله. لما اذا انتظرنا الى ان يقول العلماء، يبقى العلماء امنوا علينا من مين؟ من الله. وهل يوجد مخلوق آمن على مخلوق من الخالق؟ ما يوجدش أبدا، مش معقول، مش معقول أبدا. يبقى إذن المؤمن بياخد الحكم لأنه إيه؟ بس يستصحب أن الله لم يأمره بإيه؟ إلا بشيء نافع له، وإن كان الشيء النافع غير ضار في ذاته فقد ينفع في أشياء أخرى، قد ينفع. ولذلك قلنا للذين يريدون أن يوجدوا كل شيء وكل علة لكل محرم، تقول له انت ما فطنتش الى تحريم التأديب، ما فطنتش الى تحريم ايه؟ في تحريم لانه ضار، وتحريم لانك تريد ان تحرمه هذا ادبا له، ولا تجعلش عملية التأديب في القيم دون عملية الاصلاح في المادة البدنية، تبقى دي. ولذلك هناك ايه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت ايه؟ لا مش كده ولا لا؟ اكن الطيبات حرمها ربنا عليهم لان الطيبات ضره بالنسبه لهم، ولا هي ادب؟ ده بظلم منهم حرمنا عليهم هذه الايه، حرمنا عليهم هذه الطيبات. اذا ساعه ترى تحريما لا تنظر الى تحريم الشيء الضار، ولكن انظر ايضا الى ان من ابواب التحريم تحريم التاديب، تحريم التأديب، لأن إباحته مع كونه مخالف يستحق التأديب، إغراء له بأن يكون مخالف ده إيه؟ يبقى إذن هي وإن منعته ما لا يضره في بدنه فقد منعته ما يضره في قيمه. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بالتحليل وبالمعامل وبالعلماء، فيثبتون أن هناك أشياء ما كانوا يعرفونها قديما في الخنزير، وتبين اللي هي الدودة الايه؟ الشريطية وإلى آخره، ودي اللي فهمناها احنا الآن، لأن الدودة الشريطية دي مسألة عملية كبيرة مش كده، إنما يمكن في حاجات أدق من الدودة الايه؟ من الشريطية. نعم نعم. ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أهل به الإهلال رفع الصوت، ولذلك يقول هللا، هلل يعني رفع صوته بإيه؟ بلا إله إلا الله، مش كده مثلا؟ ويسمى الهلال هلال، هلال ليه؟ لأننا ساعة نراه نهل نقول الله أكبر، مش كده؟ ربي وربك الله. وساعة الولد يولد تلتفت تلاقيه أول ما يولد كده، ساعة ما يطلع من بطن أمه أن يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتحما بذاتية أمه بأنه يصرخ. أي واحد أول عملية يعملها، ولذلك اللي بينتظر الدكتور ساعة ما يجي الولد عشان يعرف أنه حي يبقى إيه الصرخة بتاعته دي، واللي يبقى ورا بينتظر الولد ساعة ما يسمع الصرخة إيه يعرف مبروك، يقوله مبروك بعد ما يسمع. إذن فلا بد من هذه الإيه، من هذه الإيه، من هذه الصرخة. ما أهل به لإيه؟ يبقى الإهلال، وإهلال الصبي رفع صوته عند الولادة. يبقى ما أهل به لغير الله، في آيات في القرآن غير دي كلها تأتي أهل لغير الله به، ودي فقط أهل به لغير الله. هتمر آيات أهل ليه لغير الله به، يبقى به مؤخرة هنا وهنا مقدم. قال لك لأن ذبح نوعين، ذبح لنفعك عشان تأكل وتأكل غيرك، وذبح قربة لله، وذبح القربة إلى الله، إلى الله. ما أهل لغير الله به، تبقى البه دي والوه دي تبقى تتأخر، لأن هنا بتاع ذبح القربة، ذبح الايه؟ انما ما اهل به لغير الله، تبقى الله المقصود تبعي هناك. ليه؟
لان ربنا ما دام اداك الحيوانات وسخرها لك يبقى علشان تاكلها ولا لا؟ علشان انت تاكلها. صحيح يجب ان تذكر المنعم، انما اصل القصد الاول الى نفسك، القصد الاول. لكن في القربة القصد الاول الى الايه؟ القصد الاول الى الله. ولذلك المؤمنون يتقربون ويأكلون، والكفار يأكلون ولا يتقربون، مش كده ولا لا؟ ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع ليس كالبشر، تضطرهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرعوا، لأنه حدثت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعة شرعوا. ليه؟ لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا الملجئة إلى أن نعدل القانون. معنى تعديل أي قانون إيه؟ إن كان من البشر إيه؟ تحدث تطبيقات، تحدث أقضية في التطبيق ما نجد لهاش إيه؟ حل. نقول نعدل القانون علشان نضع فيه ما يتسع لهذه الأقضية، ما يتسع لهذه الأقضية. الحق سبحانه وتعالى ساعة قدم يقنن التقنين متحملا فيه، التقنين ده نفسه يحمل فيه طي ما يمكن أن يجد من الأقضية بدون حاجة إلى تعديل، لأن الإسلام جه ولا منهج للسماء بعد. طب كان معقول ده الكلام ده زمان لما كانت في رسل بتتوالى؟ إنما رسول خاتم، يبقى لازم ده التعديلات توجد فيه ولا لا؟ الضمانات توجد فيه ولا لا؟ يبقى الضرورات التي اقتضت المشرع الوضعية أن يعدل قانون غفل عن جزئياته ساعة وضعه الأول، لا توجد هذه المسألة عند الله، لأن الله يعلم الأقضية التي تجد. فهب أن إلا ما وجدش الضرورة دي وبعد ذلك جد الضرورات، أكان يميت خلقه لأنه قال لا تأكل الميتة؟ كنا نقول إيه الحكاية دي؟ نقول له صحيح الميتة هتضر، إنما المخمصة والمجاعة ستميت، فنتحمل ما يضر على ما يميت، مش كده ولا لا؟ يبقى دي عدالة ولا لا؟ يقال لك ولذلك قال فمن اضطر، بس الاضطرار له شرط، غير باغ ولا عادل. طب غير باغ يعني ايه؟ يعني متجاوزا الحد. يبقى يأخذ على قدر ايه؟ على قدر الضرورة. ما يقولش بقى ربنا احل مثلا الميتة ولا احل كذا وكذا ويروح مالي ايه؟ مالي كرش، ياخذ على قدر الايه؟ اللي هي قدر استبقاء الحياة، قدر، ولا يظنن ان ذلك اصبح حلا له، بل يقول هو حرام ابيح للاضطرار، حرام ابيح للاضطرار. وايضا لا بد أن يلحظ أيضا قيمة الحقوق المتعلقة ولو بالميتة. هب أن في واحد يملك فنجان مية يدوب يبل ريقه، وبعد ذلك جاء واحد تاني قوي ويضربه برضو عايز الفنجان المية دي، يقول له ما تعتديش لأن الملكية سبق، فإن اتسعت لكم لتبول ريقكم يبقى أهلا وسهلا، ما اتسعتش يبقى صاحب الملكية فيه بقى أسبق. ما تعتديش وتقول ده أصلا أنا مضطر أخدها منه. ليه؟ لأن اضطرارك هيدفع عنك المضرة ويوقعه فيه ويوقع الغير فيه. يبقى إذن المقاييس كلها تفضل ولا لا؟ مقاييس الحق واحترام الحق والسبق وكل حاجة يبقى ما إيه؟ يبقى موجودة، ولا تتجاوز بالضرورة قدرها. تتجاوز بالضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد. كلمة فلا اسم عليه يدل على أن المسألة اعتقد أنها اسم، بس هي أوحت للضرورة علشان ما تحلهاش تحليل إيه؟ تحليل دائم. ليه؟ حتى إذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع إلى أصل الحكم. إذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع إلى إيه؟ إلى أصل الحكم. فلا إثم عليه.
إن الله غفور رحيم. طب ما علاقة هذا التسجيل غفور رحيم ده يقتضي ذنوب وبتاع؟ ده المسألة أنت اللي قلت، أنت قلت أنت حرمت الميتة إلا إذا كنت إيه مضطر، وما دام أنا مضطر وسأخذ على قدر ضرورة الاضطرار غير باغ وغير عاد، يبقى ما حصلش هنا لذنب عشان تقول لي غفور وإيه ورحيم. نعم، يقول لك إذا كان الله يغفر مع الذنب أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لها الحكم؟ يبقى المنطق يقول ده بيغفر الذنب، ذهب أنك أكلت ميتة أو أكلت محرما وأنت غير مضطر وأذنبت ثم تبت إلى الله غفر لك. فإذا كان يغفر لك الاقتراء على العمل بدون ترخيص ضرورة منه فاطمئن إلى أنه هو مش هيديك الرخصة وبعدين يبيتها لك، لا، لأنه هو غفور في الأصل. غفور وإيه ورحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أظن بقى ستمر آيات سبق نظائرها كثيرا، وهذا سيسهل علينا مهمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، سواء كان هذا المقصود به اليهود لأنهم كتموا ما في التوراة أو ما في الإنجيل من نعته صلى الله عليه وسلم أو من طلب الإيمان به، إلا أن ذلك خصوص سبب وللآية عموم موضوع. يبقى إذن اسحبها على كل كتمان لما أنزل الله ولا تقصرهاش بقى على اليهود والنصارى. ولذلك حتجد هنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، كل ما يبقى كل ما أنزل الله، ولو كان القرآن، ولو كان القرآن. طب يكتمونه لماذا؟ لا يكتمونه إلا إذا كان كتمانه سيؤدي لهم مهمة حياتية، مهمة حياتية يعني في حياتهم اللي إيه؟ الدنيا دي، فسيفوت عليهم عدم الكتمان او فسيفوت عليهم الاعلام بها مصلحه له، بدليل انه قال ثمن. وقلنا لازم ساعه التقييم تقيم كل شيء بقدره، وقلنا ان كل تقييم بكتمان منهج الله او بالخروج عن منهج الله مهما كان ثمنه في الدنيا فهو ايه؟ فهو قليل. كل تقييم له يكون ايه؟ قليل. يكون قليل. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب عامة ويشترون به ثمنا، يشترون به ثمنا، قلنا بقى شوف يشترون به ثمنا، والثمن عادة يشترى ولا يدفع؟ يبقى جعلوا السلعة ثمنا والثمن سلعة، جعلوا السلعة ايه؟ ثمنا، والثمن ايه؟ والثمن سلعة. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وإلى لقاء